السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم متفرج على قناة بالمهدية، والنهاردة هنشوف ازاي نكتب على الحيطة ونكون واخدة كيرف بالشكل دوت. طيب لو احنا حاولنا نكتب بالطريقة التقليدية، تمام، هتلاقي ان انت بيديك ان انت تكتب على الأرض. طب لو انا عايز اكتب على الحيطة دي بعمل ايه؟ باجي هنا على ورك بلين واقول له شو عشان اشوف كتب فين، واقول له سي او راجل مش مشكلة، وبعد كده تبدأ تختار بقى ان انت هتكتب على الحيطه دي. طيب لو جيت بقى تقول له على الحيطه المايله دي، هيقول لك لا ما ينفعش تكتب على الحيطه المايله، ما يرضوش. لما تكتب على خط راس كده او خط راس كده او ده او ده، انما الحيطه المايله دي لا، ما يرضاش يعمل اي حاجه، تبقى واخده كده. طيب نحل المشكله دي بقى ازاي؟ بسيطه جدا، من فايل هقول له نيو فاميلي وادور على جينيريك موديل بيست اهوت، بيست سيرف جينيريك سيلينج، لا فيس. طيب وهاجي بقى اقول له ايه، انا عايز موديل تكست، وهقول له مثلا سميها معايز مثلا، تمام. طيب تمام. طيب لو انا جيت هنا على التكست دوت وكبرته شوية، تقدر تقول له انا عايز السايز بتاعه يبقى 1 مثلا. طيب اوكي كبر اهوت، طبعا كبره على زي ما انت عايز. طيب الكلمه دي انا عايز اتحكم فيها، يبقى هربطها ببارامتر، اقول له اد بارامتر وادي له اسم مثلا، تمام، واخليها انستنس على اساس ان انا اقدر اغيرها في كل مره. اوكي خلاص كده بقت معايا، اروح محملها في المشروع اللي انا شغال فيه اهو. طيب تعالى بقى نكتب. فكرة بقى ان انت لو انت عندك كلمة كبيرة تقسمها على 4 حتت مثلا او 5 حتت، تمام. يعني هنا هتكتب حرف واحد بس منها، خلينا نكبر بس الخط، خلي مثلا 3 او 5 عشان ده هيبقى زي شعار شركة لوت. يبقى انا هاجي هنا واقول له ده خليها مثلا ايه، ام، حرف الام بس. تمام. طيب وبعد كده هقول له كرييت سيميلر، وراح قايل له ده بقى خليه مثلا اهو، تمام، ده مثلا اديله اي حرف تاني، ده مثلا وده. يبقى احنا الحمد لله وصلنا ان احنا كتبنا الكلمة اللي احنا عايزينها على الحيطة المايلة، واخدة سمك، واخدة دبس اهوت، وشغالة بدون اي مشاكل خالص.